النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن السيتوبلازم. قبل كده عرفنا إن الخلية بتتكون من النيوكليوس اللي هي النواة والسيتوبلازم، وقلنا إن السيتوبلازم هو كل حاجة في الخلية ما عدا النيوكليوس. لما نيجي نتكلم عن السيتوبلازم لازم نعرف إن السيتوبلازم بيتكون من 4 حاجات. أول حاجة هي السيتوسول، والسيتوسول دي عبارة عن كولويدال سولوشن، سائل لزج بيملى كل الخلية بره النيوكليوس، كل حاجة في الخلية ما بين النيوكليوس وبين الغشاء البلازمي اللي هو السيل ميمبرين، وبيملى الفراغات اللي موجودة ما بين عضيات الخلية اللي هي الأورجانيلز. تاني حاجة ده اللي هو السيتوسول. تاني حاجة السيتوسكيلتون. طبعا احنا عارفين ان اي حاجة لازم يكون ليها هيكل من الأعمدة عشان تحافظ على الشكل بتاعها، زي مثلا الشقة اللي انت قاعد فيها لازم يكون البيت اللي انت قاعد فيه ليه أعمدة عشان يدي البيت الشكل بتاعه والسقف ما يقعش على الأرض. كذلك في الخلية في مجموعة من الأعمدة والفايبرز والفيلمنتس بتمتد لكل حاجة في الخلية من السيل ميمبرين اللي هو الغشاء البلازمي الخارجي دوت للنيوكليوس عشان تدي الخلية الشكل 3D بتاعها، الشكل الفراغي بتاعها في الايه في الهواء. تالت حاجة هي مجموعة من الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الخلية وممكن لا، اسمها الانكلوجنز. انكلوجنز اللي هي ايه؟ ممكن تكون صبغة بيجمنت، زي الخلايا اللي موجودة في جلدك بيبقى فيها صبغة، زي الخلايا اللي موجودة في الكورنيا بتاعت العين بيبقى فيها صبغة هي اللي بتحدد لون العين، وبالتالي الانكلوجنز ديت ممكن تكون صبغة، ومش كل خلايا الجسم بيبقى فيها صبغات وبالتالي ممكن تكون موجودة وممكن لا. كمان الانكلوجنز ممكن تكون حاجة زي جلايكوجين، الجلايكوجين اللي هو زي النشا اللي في النبات ممكن يكون برضو فيه شوية جلايكوجين في الخلية اللي هو سكر بس متجمع، فدوت بسميه انكلوجنز. رابع حاجة واهم حاجة في الخلية هي الاورجانيلز اللي هي عضيات الخلية الحية. العضيات ديت زي الميتوكوندريا مثلا اللي بتصنع الطاقة من خلال تصنيع الاي تي بي، زي مثلا الريبوزومات اللي بتصنع البروتينات، فدي مجموعة من الستراكشرز او الحاجات اللي موجودة في الخلية ليها وظائف حيوية وبيولوجية مهمة جدا، وهي اللي بتدي الخلية صفة الحياة. وبكده لما نيجي نشوف الخلية بصورة عامة نلاقي ان الخلية بتتكون من الاتي: اول حاجة النيوكلياس اللي اتشرحت في الشابتر الخاص بيها، تاني حاجة السيتوبلازم اللي هو كل حاجة في الخلية غير النيوكلياس. لما نيجي نشوف السيتوبلازم هنلاقي بيبقى فيه 4 حاجات. اول حاجة السيتوسول اللي بالاصفر ده زي الهواء اللي موجود في بيتك بيملى الفراغات اللي في البيت. السيتوسول دوت ممكن يكون فيه شوية بروتينات، ممكن يكون فيه شوية احماض امينية اللي منها بتتصنع بروتينات، ممكن نلاقي برضو في السيتوسول دوت شوية جلوكوز عشان الخلية تتغذى بيه، شوية انزيمات عشان التفاعلات اللي الخلية بتعملها بحيث انه يوفر وسط مناسب للتفاعلات اللي بتتعمل في الخلية. يبقى السيتوسول اللي هو بالاصفر دوت عشان تفهم هو كان دوره ايه، زي الهواء اللي موجود في الشقة اللي انت قاعد فيها. بعد كده الاخضر دوت اللي هو السيتوسكيلتون، دوت اللي هو الهيكل البنائي للخلية زي الاعمدة بتاعت اي بناء، ده بيدي الخلية الشكل الفراغي بتاعها او الشكل الـ 3D بتاعها. بعد كده في مجموعة من الانكلوجنز ممكن تكون موجودة ولا ممكن، زي ايه؟ زي مثلا البيجمنت اللي موجودة في الخلايا اللي في الجلد او الخلايا اللي في الكورنيا، وممكن كمان زي الجلايكوجين او ال او حاجة تانية. رابع حاجة اللي هي الاورجانيلز اللي هي العضيات الحية، وهناخدها بالتفصيل الممل. يبقى السيتوبلاز بيتكون من ايه؟ بيتكون من سيتوسول، سيتوسكيلتون، انكلوجنز، اورجانيلز. احنا نبدأ بقى ونتكلم عن الاورجانيلز. هنتكلم عن الاورجانيلز باعتبارها اهم حاجة في الخلية، لان لازم اي خلية عشان تبقى حية يكون فيها الاورجانيلز. اول اورجانيل هنتكلم عنه هو السيل ميمبرين. السيل ميمبرين، سيل يعني خلية، ميمبرين يعني غشاء، معنى الكلمة على بعضها الغشاء الخلوي او الغشاء البلازمي، ده سيل ميمبرين. زي ما احنا عارفين ان الخلية لازم تكون مستقلة
عن بقية الخلايا، لأن زي ما احنا لسه قايلين الخلية فيها مجموعة من الأورجانيلز اللي هي العضيات. لو مفيش غشاء بلازمي يقفل على الخلية دي، الأورجانيلز بتاعتها هتطلع بره. كمان الحاجات اللي بره الخلية لو مفيش غشاء بلازمي الحاجات دي هتخش. يعني باختصار، لولا السيل ميمبرين مش ما كانش هيبقى فيه خلايا حية، ما كانش هيبقى فيه حياة. السيل ميمبرين اللي هو عبارة عن ايه؟ نرجع لمثال البيت اللي انت قاعد فيه. البيت اللي انت قاعد فيه ليه حيطان بتفصل البيت عن الشارع، كذلك بالظبط السيل ميمبرين. عشان نفهم تركيب السيل ميمبرين لازم نتعرف على مركب هنشوفه كتير جدا. المركب ده هو الفوسفوليبيد اللي هو اللي احنا شايفينه ده. الفوسفوليبيد دي كلمة بتتكون من مقطعين، فوسفو اللي هو فوسفيت، طبعا اكيد خدت في ثانوي حاجة اسمها الفوسفيت، والفوسفيت دوت كان بيخش في تركيب الدي ان ايه، وكان بيشيل شحنة سالبة، والشحنة السالبة دي هي اللي كانت بتخليه يمسك في حاجة اسمها الهيستونز. الفوسفيت اللي موجود في الفوسفوليبيد زي ما احنا لسه عارفين بيبقى شايل شحنة سالبة، وبيبقى موجود في الراس بتاعة المركب في الهيد اللي هي دي. يبقى الهيد دي مليانة نيجاتيف تشارج، نيجاتيف يعني سالب وتشارج يعني شحنة. واحنا عارفين ان اي حاجة شايلة شحنة بتدوب في المية، وبالتالي الفوسفيت دوت بيدوب في المية، وبالتالي الهيد بتاعة المركب دي بتدوب في المية. يعني ايه كلمة بتدوب في المية؟ يعني الهيد بتاعة الفوسفوليبيد اول ما تلاقي مية هتجري ناحيتها، وطالما هي بتجري ناحية المية يبقى بتحب المية. طيب مية بتتعمل من الهيدروجين، فاختصرها بهايدرو، هرمز ليها بهايدرو، هايدرو. طيب وبتحب معناها ايه؟ بتحب يعني فيلك، وبالتالي هرمز ليها بفيلك. يبقى كون ان الفوسفيت بتحب المية وبتجري ناحيتها فسميها هايدروفيلك، هايدرو يعني مية، فيلك بتحب. المقطع التاني من الكلمة هو الليبيد. ليبيد يعني دهون، يعني فاتي اسيدز، فاتي اسيدز يعني احماض دهنية. واكيد انت عارف ان الدهون زي الزيت والسمنه ما بتدوبش في الميه، وبالتالي المركب ده فيه ديلين، تو تيلز من الليبيدز، من الفاتي اسيدز، ادي واحد وادي التاني. وطالما دي احماض دهنيه يبقى ما بتدوبش في الميه، يبقى اول ما تشوف ميه هتجري منها، وبالتالي هسميها هايدرو بس فوبيك، فوبيا، عندها فوبيا من الميه، فسميها هايدروفوبيك. ده اللي هو التيل بتاع الفوسفوليبيد. يبقى ده الفوسفوليبيد، ده الهيد بتاعته، راسه فيها فوسفيت جروب شايله شحنه سالبه بتحب الميه هايدروفيلك، ودول التو تيلز احماض دهنيه فاتي اسيدز بتكره الميه بتجري منها، يبقى هايدروفوبيك عندها فوبيا. ودلوقتي نبدأ نقدر نفهم ازاي السيل ميمبرين بيتعمل. لما نرجع للصورة دي هنلاقي ان دي الخلية. عندنا في الخلية من بره بيبقى فيه مية اسمها الاكسترا سيلولار ماتريكس، اكسترا بره، سيلولار الخلية، ماتريكس دي عبارة عن مية، وجوه الخلية في مية برضو اللي هي السيتوسول او بسميها انترا سيلولار ماتريكس. يبقى جوه الخلية في مية وبره الخلية في مية. يبقى السيل ميمبرين هيتكون ازاي؟ هنتخيل ان الاسود ده هو السيل ميمبرين، الاسود ده هو السيل ميمبرين اللي هنلونه باللون وليكن مثلا اللبني. يبقى ده كده السيل ميمبرين، ده السيل او العمود او الاتجاه بتاع السيل ميمبرين. ده بره الخلية، اوت اوت سايد بره الخلية، انما ده ان انسايد جوه الخلية. زي ما احنا شايفين بره الخلية في ووتر، في مية، وجوه الخلية في ووتر برضو في مية. وانا عندي الفوسفوليبيد دهوت الهيد بتاعته هتجري ناحية المية، وفوسفوليبيد تاني الهيد بتاعته هتجري ناحية المية. هيتبقى الليبيدز اللي موجودة في النص،
مش هتروح ناحية المية، وإنما هتروح في منطقة معزولة معمولة بالهيدز. تاني، هنا في مية وهنا في مية، فالفوسفوليبيدز هتترتب كالتالي: هجيب 2 فوسفوليبيدز، الهيد بتاعت الأولاني هتروح تواجه المية اللي برا، والهيد بتاعت التاني هتروح تواجه المية اللي جوه، والتو تيرز يتقابلوا في النص في منطقة معزولة مفيهاش مية. دي فكرة الفوسفوليبيد. ده بيفسر ليه بالالكترون مايكروسكوب لما نيجي نتفرج على السيل ممبرين هنلاقيه طبقتين سود ما بينهم طبقة بيضة، او خطين سود ما بينهم خط ايه ابيض، لان انا لما باجي اصبغ عشان الالكترون مايكروسكوب بصبغ بحاجة اسمها الاوزميوم، بصبغ بحاجة اسمها الاوزميوم. فالاوزميوم دوت الهيدز بتعرف تمسك فيه لكن التيلز لا. وبما ان عندي هيد في الناحيتين يبقى الاوزميوم هيتمسك هنا، او الهيدز دي هتشربه والهيدز دي هتشربه، لكن التيلز مش هتمسك فيه، فيبقى في هنا اوزميوم اسود وفي هنا اوزميوم اسود، لكن هنا مفيش فيبان ابيض. فبالتالي اشوف السيل ممبرين بالالكترون مايكروسكوب خطين سود ما بينهم خط ابيض. الصوره دي بسميها تراي لامينر، 3 طبقات، 2 سود و1 ابيض. يبقى بالالكترون ميكروسكوب بشوف السيل ممبرين تراي لامينر. انما في الحقيقه السيل ممبرين مش 3 طبقات ولا حاجه، لا ده باي لاير، باي 2 لاير، طبقتين، تراي 3، لامينر يعني طبقات برضو. لكن هو باي لاير ليه باي لاير؟ لانه في طبقتين من الفوسفوليبيد، دي طبقه ودي طبقه. يجي واحد يسال سؤال ذكي جدا يقول: طب ما الميه هتحيط بالتيل من هنا، الحته دي من التيل معرضه للميه، تتحل ازاي المشكله دي؟ تتحل بان السيل ممبرين ما بيبقاش كده، ده بيبقى لافف، بيعمل كومبليت سيركت. زي لما نرجع هنا هنلاقي اهو عامل سيركل كامله، وبالتالي عمر التيل بتاع الفوسفوليبيد ما هيتعرض للميه. طب بالنسبه لللايت مايكروسكوب، يا ترى هشوف السيل ممبرين ازاي باللايت مايكروسكوب؟ في الحقيقه السيل ممبرين مش هيبان باللايت مايكروسكوب، حتى لو شفت فواصل ما بين الخلايا باللايت مايكروسكوب مش هتبقى دي السيل ممبرين، دي هتبقى حاجه تانية اسمها السيل كوت وهنشوفها بعدين. نرجع لتاني مكون في السيل ممبرين. احنا قلنا ان اول مكون في السيل ممبرين ووحده بنائه البيلدينج بلوك، اللي هي الطوبه اللي بنبني بيها السيل ممبرين، هي الفوسفوليبيد. نيجي بقى لتاني مكون، حاجة اسمها الكوليسترول. الكوليسترول دوت برضو نوع من انواع الليبيدز، يعني ما بيدوبش في المية. ازاي الكوليسترول دوت بيخش في تكوين السيل ممبرين؟ زي بالظبط الصورة دي، ده الكوليسترول بالاصفر بيمسك الفوسفوليبيد مع بعضها، فيخلي السيل ممبرين قوي، ستيبل، ماسك في نفسه. ده شكل الكوليسترول، ده شكل الكومباوند بتاعه. ده بقى شكله هو في السيل ممبرين. اولا موجود في المنطقه المعزوله، ده الهيد والهيد بص ناحيه الميه هنا وبص ناحيه الميه هنا، عاملين منطقه عازله فيها الفوسفو، فيها التيلز بتاعه الفوسفوليبيد لان هي فاتي اسيد دهون. يجي بقى الكوليسترول اللي هو برضه ليبي، يعتبر فات، يبقى موجود في المنطقه المعزوله جوه مع التيلز، يمسك الفوسفوليبيد اللي جنبه مع بعضها، فيخلي السيل ممبرين قوي، يخليه ستيبل، مستقر. بعد كده هنيجي لتالت مكون في السيل ممبرين اللي هي البروتينات. البروتينات اللي بتخش في تكوين السيل ممبرين نوعين، هنبدأ بالنوع السهل. في نوع اسمه extrinsic proteins او peripheral protein. extrinsic يعني برا وperipheral يعني على الطرف، اللي هي دي. البروتين ده peripheral، ليه peripheral؟ لانه على طرف السيل ممبرين، يا اما يبقى موجود بره خالص يا اما يبقى موجود جوه، ما بيخترقش السيل ممبرين زي البروتين ده، فبسميه بريفرال. طب ده ايه اهميته؟ اهميته بالظبط زي الكوليسترول بس من الناحيه اللي فيها ميه، بيدعم السيل ممبرين، بيخليه ستيبل، مستقر، بس من بره، انما الكوليسترول كان من جوه. تاني نوع من البروتينات اسمه ترانس ممبرين بروتين. ترانس يعني بيعدي، ممبرين اللي هو الغشاء، يعني بيعد بروتين بيعدي من الغشاء البلازمي، زي الصورة دي بالظبط. ادي ده،
ده اللي هو ترانس ميمبرين بروتين، اخترق السيل ميمبرين كله عدى من خلاله. اما ده البريفرال بروتين. طيب طالما الترانس ميمبرين بروتين اخترق السيل ميمبرين بالكامل، يعني هيعدي على 3 مناطق: المنطقة اللي بره اللي فيها مية، والمنطقة اللي جوه اللي فيها مية، والمنطقة اللي في النص اللي هي مفيهاش مية، اللي هي هيدروفوبيك، اللي بيبقى فيها التيلز بتاعة الفوسفوليبيدز. وبالتالي لازم البروتين يتكون من جزئين: جزء هيدروفيلك بره وهيدروفيلك جوه، وجزء هيدروفوبيك في النص، عشان كل المنطقة دي تبقى هيدروفوبيك مفيهاش ولا نقطة مية. والسؤال هنا، ايه هي اهمية البروتينات دي، الترانس ميمبرين بروتينز؟ زي ما انت شايف البروتينات دي عبارة عن قنوات، القنوات دي بتعدي ايونز، بتعدي كومباوندز مثلا زي الامينو اسيد زي الجلوكوز، لان احنا زي ما احنا شايفين ان السيل ميمبرين كله مقفول، فلو مفيش البروتينات دي اللي هي عاملة القنوات، مفيش اي حاجة هتعرف تطلع برا الخلية ولا تخش جوه الخلية. وبالتالي كان لازم يكون في قنوات تعدي الحاجات دي، فدي اهمية الترانس ميمبرين بروتينز. نيجي بقى لاخر مركب بيخش في تكوين السيل ميمبرين، هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي هي السكريات اللي انت عارفها. الكربوهيدرات بتخش ازاي في تكوين السيل ميمبرين؟ زي ما انت شايف ده ممكن يكون مثلا بروتين او فوسفوليبيد، بروتين او فوسفوليبيد، بتيجي سلسلة من الكربوهيدرات تمسك فيه فيعملوا حاجة اسمها جلايكو بروتين. جلايكو جاية من جلوكوز، لان الكربوهيدرات غالبا يعني بتبقى جلوكوز، وبروتين جلايكو بروتين او جلايكو برضو من الكربوهيدرات ليبيد، على حسب هي ماسكة في ايه. لو ماسكة في بروتين جلايكو بروتين، لو ليبيد يبقى جلايكو ليبيد. مكانها فين؟ ادي ده مثلا السيل ميمبرين، ده فوسفوليبيد مسك فيه سلسلة من الكربوهيدرات عملت جلايكو ليبيد، ده بروتين مسكت في سلسلة من الكربوهيدرات عملت جلايكو بروتين. ايه بقى اهمية الكربوهيدرات دي؟ اولا لازم تعرف ان الكربوهيدرات دي موجودة على الاوتر سيرفس بس، يعني مش موجودة جوه الخلية، لا موجودة على السيل ميمبرين من بره. وكمان لازم تعرف ان في الهيستولوجي في السلايدز لايت مايكروسكوب، لما نيجي نتفرج على اي حاجة فيها كربوهيدرات، بستخدم صبغة اسمها PAS P A S P A S. الصبغة دي ميزتها ان هي تمسك في الحاجات اللي فيها كربوهيدرات، وبالتالي لما اجي استخدمها في السيل ميمبرين بيبان اوي السيل ميمبرين. طيب ما فهمناش برضو ايه اهمية الكربوهيدرات دي. الكربوهيدرات دي ليها اهمية كبيرة جدا. اول حاجة ان هي بتبقى البصمة بتاعة الخلية، زي ما الانسان ليه بصمة في ايده خاصة بيه، الخلية ليها بصمة. البصمة دي بتبقى معروفة من خلال الكربوهيدرات، انواع مثلا التشينز بتاعت الكربوهيدرات اللي عليها، عددها مترتبة ازاي، بحيث كل خلية يكون ليها الاي دي بتاعها وهي ماشية في الجسم، فالخلايا التانية تتعرف عليها منها. ولو جه اي جسم غريب مش هيبقى عنده الاي دي دوت، مش هيبقى عنده البطاقة دي، فالخلايا تعرف ان ده جسم غريب وتبدأ تتعامل ضده. دي فكرة اللي هي الاي دي، اللي هي بنسميها بقى سيل ريكوجنيشن. يبقى اول حاجة مهمة للكربوهيدرات ان هي بتعمل حاجة اسمها الكي رول ان سيل ريكوجنيشن، شايلة السيل ريكوجنيشن، ان الخلايا بتتعرف على بعضها من خلال الاي دي دوت. تاني حاجة ان الكربوهيدرات دي بتشتغل زي ريسبتورز، هتعرف بعد كده ان في حاجة اسمها الهرمونز، والهرمونز دي بتنبه الخلايا ان هي تعمل حاجات معينة. الهرمون لما يجي يدي الاشارة للخلية بيمسك على حاجة اسمها ريسبتور مستقبل، الريسبتور ده هو الكربوهيدرات دي، يا اما جلايكو بروتين يا اما جلايكو ليبيد، لكن هو ريسبتور عبارة عن الكربوهيدرات دي. فالهرمون يمسك في الريسبتور، الريسبتور يشغل حاجة جوه الخلية تبدأ تعمل الامر اللي متوجه لها. تالت بقى أهمية للكربوهيدرات دي، إن هي بتعمل حاجة اسمها البيزمنت ميمبرين، وهتفهم البيزمنت ميمبرين ده بالتفصيل لما تاخد حاجة اسمها الإبيثيليوم، شابتر كامل اسمه الإبيثيليوم. يبقى عشان نتكلم بقى باختصار، السيل ميمبرين بيتكون من ايه؟ السيل ميمبرين بيتكون من البيلدينج بلوك، اللي هي وحدات البناء، الفوسفوليبيدز ديت،
وفهمنا ازاي بتتوزع، هيدروفيلك هيدروفيلك وهيدروفوبيك في النص. بعد كده البروتينز اللي بتشكل 50% من السيل ميمبرين، وقلنا نوعين، بريفرال بتشتغل زي الكوليسترول وبتدعم السيل ميمبرين، وترانس ميمبرين. دي البروتينز، ترانس ميمبرين بتشتغل قنوات. بعد كده قلنا الكوليسترول اللي هو كان بيعمل ستيبلايزيشن للسيل ميمبرين، واخر حاجه هي الكربوهيدرات باهميتها. ولو جيت بقى نسال سؤال كده ظريف، يا ترى ايه الاختلافات ما بين الاوتر سيرفيس بتاع السيل ميمبرين اللي هو الوجه الخارجي، والانر سيرفيس بتاع السيل ميمبرين اللي هو الوجه الداخلي اللي باصص على الخليه من جوه؟ يعني لو قلت لك طلع لي الاختلافات اللي ما بينهم، اول حاجه طبعا الكربوهيدرات. قلنا الكربوهيدرات بتمسك الناحيه البرانيه بس، وبالتالي بره في كربوهيدرات جوه لا. وطالما في كربوهيدرات بره بس يبقى الريسبتورز موجوده بره بس، والسيل كوت اللي هو بيتعمل بواسطه الكربوهيدرات. السيل كوت عباره عن ايه؟ عباره عن الكربوهيدرات دي ماسكه على البروتينز والفوسفوليبيدز، بتغطي السيل ميمبرين من بره، فبسميها السيل كوت، غطاء الخليه. يبقى السيل كوت موجوده بره بس مش موجوده جوه، الريسبتورز موجوده بره بس مش موجوده جوه. كمان الفوسفوليبيد اللي بره مش لازم تكون زي اللي جوه، لان هتاخد بعد كده ان الفوسفوليبيدز دي انواع كتيره جدا، وبالتالي الفوسفوليبيد ده مش لازم يكون نفس نوع ده، لا ممكن يكونوا انواع مختلفه. رابع حاجه ان البروتينز متوزعه توزيع غير متماثل، يعني هنا مثلا ممكن يبقى فيه بريفرال بروتين من جوه لكن مش موجود هنا، لكن ممكن يبقى موجود هنا بريفرال بروتين من بره لكن مش موجود الناحيه دي. يبقى في اربع اختلافات، بره في سيل كوت جوه مفيش، بره في ريسبتورز جوه مفيش، الفوسفوليبيد مختلفه والبروتينز مختلفه. كده عرفنا تركيب السيل ميمبرين. نيجي بقى نتكلم عن وظائف السيل ميمبرين. اول حاجه الاكستشينج، لازم يحصل تبادل للحاجات ما بين جوه الخليه وبره الخليه. التبادل ده بيحصل طرق كتيره جدا، منها حاجه اسمها الديفيوجن، حاجه بره كبيره تركيزها بره كتير وجوه قليل، فبالدرجة اللي هي الكونسنتريشن جريدينت، درجة التركيز، تخش من بره لجوه. ممكن كمان بالاكت ترانسبورت، حاجة بره تركيزها قليل بس انا عايزها جوه، زي مثلا الاحماض الامينية او الجلوكوز، فاقوم ادخلها جوه بالعافية رغم ان تركيزها جوه كبير وبره قليل، لكن هدخلها جوه بالعافية هستهلك طاقة. زي حاجة تالتة اسمها سيلكت ترانسبورت، الخلية بتدخل حاجات معينة هي عايزاها من خلال الريسبتورز بتاعتها، المستقبلات زي الهرمون مثلا، هرمون طالع من غدة جه على خلية مسك في الريسبتور، الخلية لقت نفسها محتاجة الهرمون ده تقوم مدخلة الهرمون جوه. يبقى ده الاكسشينج. تاني حاجة عملية اسمها الاندوسايتوزز. الاندوسايتوزز بعض المركبات او بعض الحاجات عايز ادخلها جوه الخلية بس حجمها كبير قوي، مش هتعرف تعدي من خلال التشانلز، من خلال القنوات، ولا هتعرف تعدي ما بين الفوسفوليبيدز. طب اعديها ازاي؟ هعمل عمليه اسمها الاندوسايتوزز. ادي الجسم اللي انا عايز ادخله، يجي السيل ميمبرين يبدا يتني بحيث يعمل زي كبسوله حوالين الجسم دوت، وبعدين تبدا الكبسوله تبدا يعني السيل ميمبرين يبدا يعمل كبسوله كده حوالين الجسم دوت، وبعدين تبدا الكبسوله تقفل 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 وتحوط الجسم لحد ما تقفل خالص، بقى الجسم متحوط جوه كبسوله. بعد ما يتحوط جوه كبسوله يخش جوه الخليه. دي باختصار العمليه اللي اسمها اندوسايتوزز. بقسم الاندوسايتوزز لثلاث انواع على حسب الحاجه اللي انا هاكلها اللي الخليه هتاكلها. اول حاجه اسمها الفاجوسايتوزز. اندو يعني بتدخل لجوه، سايتوزس بلع، فاجو سايتوزس بتبلع، بس فاجو بتبلع حاجه صلبه، حاجه مش سائله، زي مثلا خلايا الدم البيضاء لما تيجي تبلع بكتيريا بسميها فاجو سايتوزس. عموما الفاجو سايتوزس هو نفس الميكانيزم، بعمل كبسول حوالين الجسم وادخله جوه في كبسول خاصه بيه. الكبسول دي بسميها الفاجو زوم. فاجوسايتوز دي اسم العملية، فاجوزوم ده اسم الكبسول. تاني حاجة الخلية عطشانة، هتبلع شوية فلويد شوية سائل، هتعمل نفس الكلام، تبدأ تعمل كبسول حوالين الفلويد اللي هي عايزاه بالحاجات اللي فيه بقى شوية سكر مثلا في الفلويد، شوية أحماض أمينية، شوية أيونز، وبعدين تبدأ تقفل سنة
بسنة فتعمل كبسولة. الكبسولة دي اسمها ايه؟ ده سائل، يبقى اسمها بينوسايتوتيك فيزيكل. وبينوسايتوزيس العملية اسمها بينوسايتوزيس، بعد كده عملت كبسولة اسمها بينوسايتوتيك فيزيكل، لان ده فلويد، ده سائل. تالت حاجة بقى واخر حاجة اللي هي ريسبتور ميدييتد اندوسايتوزيس. يجي الهرمون اللي هو بالازرق دوت يمسك في ريسبتور على الخلية، الخلية محتاجة الهرمون ده، تقوم عاملة نفس الكلام، تبدأ تعمل حفرة جواها، الحفرة دي جواها الهرمون، وبعدين تبدأ الحفرة تقفل هنا، تقعد تستضيق لحد ما تقفل، فتعمل فيزيكل. الفيزيكل دي اللي هي الكبسولة تخش جوه الخلية. طيب بعد كده اللي بيحصل بقى، دي صورة بقى للريسبتور ميدييتد اندوسايتوزيس. دي الريسبتورز وتحتيها حاجة اسمها كلاثرين كوت. موضوع طويل جدا، لكن باختصار الريسبتور اللي هي المستقبلات قاعدة اهي على سطح الخلية. لا نبدأ من اول، معلش نبدأ من الاول. دي الريسبتورز قاعدة على سطح الخلية، جه الهرمون مسك في الريسبتور او ايا كان. لما الهرمون مسك في الريسبتورز، الريسبتورز بدأت تعمل حفرة في الخلية، وبعدين الحفرة دي بدأت تقفل 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 عشان تعمل كبسول، تعمل فيزيكل. الكبسول تخش الخلية، بيبقى في حاجة اسمها كلاثرين كوت وادابتور بروتينز بترجع تاني، مش مهم. المهم انا عندي الكبسول او الفيزيكل دخلت جوه الخلية. بعد كده يحصل ايه؟ كل الريسبتورز تطلع تاني عشان تطلع للسطح فتشتغل تاني، اما الهرمون يخش جوه الخلية والخلية تستعمله. يبقى انا عندي ريسبتور بيجي هرمون يمسك فيها، تقوم الريسبتور عامله حفره، الحفره تتحول لفيزيكل، الفيزيكل تخش جوه الخليه تتقسم لحاجتين، الهرمون يروح الخليه والريسبتورز تطلع تاني للسطح عشان تشتغل تاني وتالت وعاشر. دي فكره الريسبتور ميديت اندوسيتوز. يبقى دي العمليه اللي اسمها اندوسيتوزس. يبقى تاني وظيفه للسيل ممبرين هي الاندوسيتوزس. بعد كده عملية عكسها تماما اللي هي الاكسوسايتوزيس، اندو جوه اكسو بره، اكسترنال خارجي. يبقى الاكسوسايتوزيس الخلية بتصنع حاجة، بتحط الحاجة دي جوه فيزيكل، جوه الكبسولة، الفيزيكل تطلع لفوق عند السطح وبعدين تبدأ تفتح فتطلع الحاجة لبره، ده الاكسوسايتوزيس. رابع وظيفة للسيل ممبرين حاجة اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم ده نوع من انواع الايونز، بوتاسيوم برضو ده ايون، وبامب يعني مضخة، وخدتوا الكلام ده في ثانوي. الخلية بتحاول بكل جهدها تخلي الصوديوم برا والبوتاسيوم جوه، ليه؟ هتعرف بعدين. الصوديوم بيمسك في مضخة، تلات ايونات صوديوم بيمسكوا في المضخة، وبعدين زي ما انت شايف المضخة تقفل من جوه وتفتح من بره، فالتلات ايونات يطلعوا بره، وبعدين اتنين من ايونات البوتاسيوم يمسكوا في اماكنهم في المضخة هنا اهو، فالمضخة بعد كده تقفل من بره وتفتح من جوه، فالاتنين بوتاسيوم يخشوا جوه. يبقى انا بخرج تلاتة صوديوم وبدخل اتنين بوتاسيوم من خلال حاجة اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. العملية دي بيقوم بيها السيل ممبرين. يبقى نراجع بسرعة وظائف السيل ممبرين. اول حاجة السيل ممبرين كان بيشتغل بالديفيوجن او الاكسشينج، ان هو يبدل حاجات ما بين جوه وبره، والاكسشينج كان تلات انواع، كان يا اما بالديفيوجن الحاجة بره كتيرة فتخش لجوه، يا اما بره قليلة فدخلها جوه بطاقة اكتيف ترانسبورت، يا اما عن طريق ريسبتور يبقى سيلكتيف. بعد كده اتكلمنا عن الاندوسايتوزز وقلنا ليه انواع، فاجوسايتوزز وبينوسايتوزز وريسبتور ميديت اندوسايتوزز. بعد كده اتكلمنا عن رابع وظيفة اللي هي الاكسوسايتوزز. بعد كده اتكلمنا عن الصوديوم بوتاسيوم بام. وما تنساش ان السيل ميمبرين كان اسيمتريكال. اسيمتريكال يعني بره مختلف عن جوه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح اللي في الفيديو. لو ليك اي تعليق او راي او اقتراح ممكن تبعته لنا على الاكونت بتاعي على الفيسبوك، هتلاقي الاكونت موجود في التفاصيل تحت الفيديو، او تكتب كومنت على الفيديو. وياريت تعمل لايك لو الفيديو كان مفيد ليك، او ديسلايك لو ما كانش مفيد ليك. ولو حابب تتابع كل جديد ممكن تعمل لنا سبسكرايب للقناه بتاعتنا.